يتعلق باجراءات مسؤول المحافظ مساء. شنو الاجراء؟ يعني اكو بسبب كثره المياه اليوم بالنهر اكو عوائل ضررت، يعني صعود النهر اذى بعض القرى بعض العوائل، يعني خصوصا اللي مناسيبهم ماطيه. فاحنا جايين يعني تكليف من دوله رئيس الوزراء أن نشوف هاي العوائل، نشوف شنو حاجتهم، شنو الضرر اللي عندهم، ونعوضهم إن شاء الله، وإن شاء الله ما يخصهم، خصوصا يعني مزارعهم إذا بيوتهم مضررة، فنحاول نقدم مساعدة قبل، يعني هم أهلنا، يعني إحنا قبل لازم إحنا نوقف وياهم وهم مضررين، وهذا السبب إحنا هنا. وأيضا دمباوع ننظر إلى كيفية تهريب هذا المي إلى الأهوار، إيصال الأهوار هو المهم عندنا، أن يوصل هذا المي إلى الأهوار، وإن شاء الله يوصل. ده نفتح كذا فتحة بجوانب النهر حتى نوصله إلى إلى الـ إلى الـ إلى الأهوار الوسطى إن شاء الله وننميها. الموقف المياه حالياً بالأيام القادمة؟ الموقف الحالي للمياه بالعراق لا زالت المياه كميات كبيرة جداً، كبيرة جداً حقيقةً، حتى أنا لا أكون يعني أقلل من شأنها، لا كميات هائلة، خصوصاً عندنا بالجانب الشرقي من البلاد، يعني جهة هور الحويزة وجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك تدفق كبير من المياه. ولكن احنا يعني كل آلياتنا ومهندسينا حتى مدراء عامين، ماكو واحد بالوزارة، يمكن بس مدير التخطيط باقي بالوزارة، ولا الوزير والوكيل والمدراء العامين كلهم في القواطع، وكل من مستلم له محافظة دا يشتغلون عليها. آلياتنا معظمها اليوم بالعمل ومنتشرة على كل على امتداد النهر وعلى امتداد سواتر النهر وما إلى ذلك، فإحنا مستعدين له. وحتى السيد رئيس الوزراء حقيقة يعني الرجل غايب أقولها، يعني حتى هو دا يدور بالخرائط ويشوف وين أكون منافذ نقدر تفيدنا. الكل خالة اهتمامها ودا نتابع بشدة. الحمد لله لحد الآن ما أقول لك ماكو أضرار، بعض أهلنا شوية ضرروا ولكن أضرار بسيطة جدا الحمد لله. أهم شيء يعني أهلنا هم طيبين، اما ضرر بالماده بعض الزرع راح، هذه ممكن تعويضه ونعوضهم ان شاء الله، وان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. شكرا جزيلا.